الهجوم العسكري على السويد غير مستبعد. لوفان يهدد بفرض إجراءات صارمة للحد من كورونا. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي مابلر، ابو كاس، دنتالي. اهلا بكم. في تصريح مفاجئ قال وزير الدفاع بيتر هولتكفيست إن الوضع الأمني في المنطقة يتدهور ولا يمكن استبعاد هجوم عسكري على السويد. الوزير لفت إلى أن الهجوم يمكن أن يبدأ على أهداف مدنية وعسكرية رئيسة، إضافة إلى شن عمليات تخريب وتصفية. الحكومة قدمت اليوم مشروع قانون الدفاع إلى البرلمان السويدي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ورأت الحكومة أن روسيا هي القوة الرئيسة التي تهدد المنطقة. ومقابل هذه الرؤية للتطورات الأمنية، ستعزز السويد قواتها المسلحة بأكبر زيادة في تاريخها منذ خمسينات القرن الماضي. التعزيز يشمل زيادة عدد الجنود وإضافة ألوية وكتائب ومعدات متطورة، إلى جانب رفع الاعتمادات المخصصة للدفاع بمقدار 27 مليار كرون. وزير الدفاع اعتبر ذلك رسالة قوة واضحة للشعب السويدي والشركاء في المنطقة. حذر رئيس الوزراء ستيفان لوفين من تطور حال الكورونا في أوروبا، وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر حدة في السويد إن استمر تجاهل الناس للتعليمات الصحية. لوفين قال في مؤتمر صحفي قصير في بروكسل مع المراسلين السويديين قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد اليوم أن الأزمة لم تنتهي بعد، لذلك يجب على الجميع تحمل المسؤولية واتباع القواعد والتوصيات الموجودة. لوفين أضاف أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ في السويد أيضا حسب تعبيره، مشيرا إلى أن كثيرين لا يلتزمون بالقواعد. رئيس الحكومة علق على الصور التي تنشرها وسائل الإعلام من النوادي الليلية المزدحمة بالناس قائلاً: إذ لم يجري تصحيح الأمور فسوف نتخذ إجراءات أكثر حدة. ولم يفصح لوفين عن طبيعة التدابير التي يمكن للحكومة فرضها، غير أنه قال: مهمتنا التأكد من إبقاء العدوى محدودة لأن صحة الناس وحياتهم على المحك. ودائما في ملف كورونا، تضاعف عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة خلال مدة قصيرة، وقالت إدارة الرعاية الاجتماعية إن الزيادة متوقعة ولا تسبب عبئا كبيرا على الرعاية الصحية حتى الآن. ووصل عدد مرضى كورونا الذين يخضعون للعلاج في العناية المركزة إلى 31 مريضا، وهي زيادة حادة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل شهر واحد فقط. مديرة الأزمات في إدارة الرعاية الاجتماعية يوهانا سانتسفال قالت اليوم إن السلطات الصحية ترى زيادة بطيئة في عدد المرضى بالمستشفيات والعناية المركزة. وسجلت السويد اليوم 3 وفيات جديدة بالمرض مقابل 1075 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. أظهر استطلاع جديد أعده مركز نوفوس لصالح التلفزيون السويدي أن تأييد الناخبين السويديين لحزبي اليسار وديمقراطي السويد يرتفع بقوة، فيما يفقد حزب الليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين ناخبيهم مقارنة بنتائج الانتخابات الأخيرة. نتائج الاستطلاع أظهرت تغيراً واضحاً في دعم الناخبين لخمسة أحزاب مقارنة بالانتخابات الماضية، حيث زادت شعبية اليسار من 8 إلى 9.6%، وحزب ديمقراطي السويد من 17.5 إلى 19.2. شعبية حزب الحكومة الديمقراطي الاشتراكي تراجعت وفق الاستطلاع، وكذلك بالنسبة إلى أحزاب الوسط والمسيحيين الديمقراطيين. ومع ذلك بقي الاشتراكيون الديمقراطيون أولاً، ثم المحافظون، وثالثاً ديمقراطيو السويد.
اندلع حريق كبير في محطة إطفاء هوربي جنوب السويد، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منها دون وقوع إصابات. الشرطة ذكرت أن الرياح القوية ساهمت في انتشار النيران واحتراق مبنى السيارات، فيما كانت جهود رجال الإطفاء تركز على منع انتشار الحريق إلى مبنى المكاتب، ولم يعرف سبب الحريق بعد. لكن خدمة الإنقاذ أصدرت بياناً تحذيرياً عاماً قالت فيه إن الحريق ينطوي على خطر انفجار اسطوانات غاز موجودة في المكان، داعية الجمهور إلى مغادرة منطقة الخطر بسرعة. أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة بير أنجر السويدية منح جائزة حقوق الإنسان والديمقراطية العام الحالي للناشطة العراقية انتصار الميالي. وتعمل الميالي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العراق منذ 20 عاماً. اللجنة قالت إنها اختارت الميالي لدورها القيادي المؤثر في الأنشطة المدنية الإنسانية والعمل بشجاعة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيئة شديدة الخطورة. ووصفت اللجنة الميالي بأنها مدافعة عن حقوق المرأة، حيث وثقت انتهاكات حقوق الإنسان ولفتت الانتباه إلى أن العنف الواسع النطاق في العلاقات بين الرجل والمرأة. الميالي سلطت الضوء أيضاً على الحاجة الملحة للفتيات والنساء التي وقعن ضحية لعنف وتعذيب داعش، كما نظمت دورات لمحو الأمية للنساء في المناطق الريفية. المزيد من الأخبار والتقارير والبرامج التلفزيونية تجدونها دوماً على موقعنا الكومبس.سيا. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالكسي، SA مابلر، أبو كاس، دينتالي.